آلاف أو 10,000 كويس أو 1,000 أو ممكن الإنجكشن فور، فده يعني حاجة إحنا لكن خلينا نقول إن إحنا دايما بنقول إن إحنا علشان نضمن إن إحنا يبقى عندنا علاج سليم لازم يكون القطاع الطبي المصري الخاص هو اللي مشارك فيه. معلش شوية هنرجع لمين كنا بنتكلم مع سيدنا إن إحنا ما عندناش الكورونا علشان إحنا بس دكاترة كبار وإن إحنا عندنا أطباء شباب في منتهى القوة الفكرية ولا عندنا أجهزة، لكن استطعنا إن إحنا ننجح ونعدي مصر بالأزمة دي هي وجود الشركات الوطنية المصرية اللي قدرت تدينا الأمان في إنها توفر كل الأدوية اللي إحنا كنا بنحطها في أي بروتوكول في موجودة ومتوفرة بكفاءة عالية بإنتاج عالي. مفيش إيفيدنس كونكريت على البوزيشن بتاعه في الأوستيوبلاست. فيتامين دي بناخده منين؟ أربع مصادر: الشمس، ودي بيج ميث مكذوبة. الأمريكان أكاديمي من سنة 99 بتقول الأطفال ما يتعرضوش للشمس، أوردر كده ما يتعرضوش. الأمريكان أكاديمي أوف درماتولوجي ريسنتلي، والحقيقة الكلام برضه قديم لكن أكدته ريسنتلي، بتقول إن الولاد ما تتعرضش للصن بيرنز. الطفل لو تعرض لون صن بيرن احتمالات إنه يجيله مالجنانت ميلانوما which is the most serious form double contributed. خلينا طب ده ريسيرش، ممكن حد يقول لي ده ريسيرش، بس ريسيرش مش هو الواقع. لا، انا هكلم حضراتكم من واقع البراكتس بتاعنا في عيادتنا. مانجمنت اوف دايابيتس از ا دايليما. لما بيجي لنا الورن بيرنتس، بيجي لنا تشايلد وذ باد ميتابوليك كنترول اند نون كومبلاينت، بيجي لنا فريكوينت ادمشنز اوف دي اي اي هيموجلوبين اي 1 سي عالي، وبعدين نقعد ندي education وندي insulin adjustment و nutritional counseling. ساعات بننجح وساعات ما بننجحش. عشان كده الدايجنوستس دايجنوستس بتقول روتين سكرينينج فور فيتامين دي ديفيشنسي ان تايب 1 دايابيتس. لما بنصلح بنعمل طبعا كل المانجمنت المطلوب بالسكر ونصلح الفيتامين دي ديفيشنسي بتتصلح. ده عيل سنه 14 سنه، بصوا حضراتكم على الشمال الهاي فاليابيلتي، زفزفة السكر طالع نازل، وده له correlation complications جاملة. بعد ما حسنا وعملنا adjustment in insulin and nutrition وكمان صلحنا الفيتامين دي، بصوا حضراتكم على اليمين.